كما هو معلوم من كل سنة بشكل يوم 16 ماي من كل سنة تخليد ذكرى تأسيس الأمن الوطني اللي كتجي في هذه السنة النسخة 64 جات في واحد ظرفية خاصة على اعتبار أن البلاد رفقة باقي بلدان العالم كتعرف ظاهرة انتشار وباء كوفيد 19 المستجد. وفي هذه اللحظات فالاحتفالية تكتسي طابع خاص على اعتبار أن المهام الموكولة لرجال الأمن تقتضي التواجد على مستوى شارع الأمن، وذلك تنفيذا لتعليمات القيادة المركزية بشخصية المدير العام، كذلك فيما يخص القيادة المحلية على مستوى ولاية أم طنجة. الأساس في المهام أنها تكتسي محاربة ديال انتشار دائرة الوباء من خلال مراقبة تحركات المواطنين، لا سيما فيما يخص نقاط العبور، على أساس باش ما تكونش العشوائية في التحركات، ويجب أن تمتثل للمقتضيات القانونية المحددة من قبل السلطة العامة فيما يخص التحركات. وعلى هذا الأساس الاحتفالية ديال مصالح الأمن طنجة كباقي ولاية المملكة تشتغل على مستوى الشارع العام في شكل دوريات ووحدات لمناهضة انتشار وباء الكوفيد 19. مبادرة كمجموعة من المبادرات اللي قامت بها التنسيقية الجهوية للصحافة الإلكترونية ومجموعة من الصحفيين الذين يمثلون مدينة طنجة لزيارة مجموعة من المؤسسات التي تشتغل في الخط الأمامي لمقاومة جائحة كورونا، وكانت الوقفة الأولى أمام ولاية الأمن لتحية رجال الأمن الذين يشتغلون ليل نهار من أجل سلامة مواطنينا وسلامة أبنائنا، وأيضا من أجل الرفع من مستوى الحذر لدى المواطنين لكي يلتزموا بالحجر الصحي. فهم جنود في الصف الأمامي يحاولون بجهودهم وبوقتهم وبمجموعة من الأمور لحماية المواطن، وأيضا للوقوف على كل الثغرات التي من شأنها أن تحيدنا عن الحجر الصحي بالمدينة. المبادرة اللي قاموا بها اليوم مجموعة من الزملاء الصحفيين بزيارة مجموعة من المؤسسات، منها ولاية أمن طنجة، القيادة الجهوية ديال الوقاية المدنية، القيادة الجهوية الدرك الملكي، وكذلك قوات مساعدة، وكذلك مستشفى محمد السادس. هذه الزيارة كتدخل في إطار واحد تقديم واحد الدعم معنوي، وكذلك عربون الشكر وتقدير واحترام وامتنان من هاد الجنود اللي كيشتغلوا الآن. كتوجدوا أمام مقر القيادة الجهوية ديال الوقاية المدنية، كيف ما لا يخفى على الجميع أن هاد الجنود في هذه المرحلة اللي كيضحوا بحياتهم من أجل التصدي الوباء كورونا المستجد، وكذلك هم اللي كيتواجدوا في الصف الامامي لمواجهه هذا الفيروس الفتاك، كيشتغلوا ليل ونهار ساعات طوال بعيدين عن الاسر ديالهم عن المنازل ديالهم. هذه المبادره بغينا نقول لهم راكم بانكم ماشي بوحدكم، راه مراكم المغاربه كاملين كيشكروكم كيقدموا لكم هذا الدعم. على الله عسى ان نحاولوا انه تكون واحد رساله تحفيز باش نرفعوا المعنويات ديال هاد الابطال. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.